مش هنسلم مش هنطاطي، احنا كرهنا الصوت الواطي. مش هنسلم مش هنطاطي، احنا كرهنا الصوت الواطي. علي وعلي وعلي الصوت، اللي هيهتف مش هيموت. علي وعلي وعلي الصوت، اللي هيهتف مش هيموت. من فضلكم من فضلكم، احنا جنب الهتافات اللي هنا لازم نهتف في كل مكان، في البيوت والشوارع، في المشاغل، في المصانع، حتى في المواصلات. صوتكم لازم يوصل لكل مكان. احنا لازم نقف جنب كل ست علشان تاخد حقوقها من الرجاله، تاخد حقها من ابوها وابو اللي جابوها، قصدي زمايلها، الناس اللي بتضايقها في الشارع. بالظبط، ده كلام عظيم. لازم كلنا نسمع الأستاذة إنجي، لأن إحنا لازم نحارب المجتمع الذكوري اللي إحنا عايشين فيه، وحزبنا تحديداً مش هيسيب أي ست في مصر قبل ما تاخد كل حقوقها وتثبت وجودها. ما شاء الله، هايل هايل عظيم. الحقيقة أنا بدعمكم بكل قلبي ومعاكم لآخر المشوار. يعني إحنا متأكدين من الكلام ده؟ أصل الأستاذة إنجي الصحفية الشهيرة هتدعمنا بألامها من خلال المقالة اللي بتكتبها كل يوم، وهي يوميات زوجة مفروسة قوي. أنا ألمي اتعمل أصلاً علشان يطلع عين الرجالة، مش كلهم طبعاً. ايه ده كمالي؟ حادي بادي كرنب زبادي، حزر فزر يا استاذي. ده محشي ورق عنب ومحشي كوسه. واو، ده بقى كرنب. الله اكبر الله اكبر عليك، بجد بجد انا فخوره بيك حضرتك يا استاذ. يعني الحاسه دي مش موجوده غير عند كائن واحد بس، الكلب. نعم؟ لا لا لا، ما اقصدش ده انا اقصد، اتفضل اتفضل، يعني اقصد ان حضرتك يعني ده ولا شيف الشربيني. اتفضل. برافو يا كاميليا، برافو. تصدقي يا كاميليا، وانا صغير كانوا دايما يدلعوني ويقولوا لي يا شربيني. ايه ده؟ هو شيف الشربيني موجود من وانت صغير؟ نعم. انت عايزه ايه يا كاميليا؟ استاذ انا بصراحه بقى زهقت من الشغل البسيط، أنا نفسي تكلفني بمهمة يعني أثبت فيها إن أنا صحفية عظيمة، صحفية قد المسؤولية. يا أستاذ يا أستاذ، أرجوك أرجوك إديني فرصتي، وطبعاً كل ده تحت إرشادك وتنبيهاتك، وأوعدك إن أنا هكسر الدنيا. يا خوفي لك كسر دماغنا إحنا وكسر القرآن. بتقول حاجة يا أستاذ؟ بص يا كمال، أنا هكلفك بتحقيق صحفي جامد قوي، وريني همتك أنت بقى. طبعاً طبعاً، أنا تحت أمرك. الله، حلوة قوي. دوق كده دلوقتي ده. بالراحة بالراحة، فظيع. حلوة قوي، بالراحة يا كمالي. بص يا كمالي، أنا عايزك تعملي تحقيق صحفي عن النشطاء السياسيين ومصادر التمويل بتاعتهم الداخلية والخارجية، المعلنة منها واللي مش معلنة. بس كده؟ دي حاجة سهلة قوي قوي يا أستاذ. طب أنت ما قلتليش ليه كده من بدري؟ لا يا كمالي، ده مش سهل يا حبيبتي، مش سهلة. انت لما تيجي تتعاملي مع النشطاء السياسيين دول، خاصة اللي ليهم مصادر تمويل من الداخل ومن الخارج، لا دول ممكن يلففوك حوالين نفسك. ايه يا استاذ؟ انت بتخوفني ليه؟ حضرتك المفروض يبقى صبرتي ليا ان انا انجح. حرام عليك، ما تعملش فيها كده. ما تخافش عليا يا استاذ، ده انا كاميليا. تفتكري يا استاذ كاميليا اللي لفت صوابع المحشي ده صباع صباع بمقاس واحد، حد يقدر يلفها؟ اه كمالي، مش كله مقاس واحد يعني، في تخين ورفيع برضه يعني. بجد والله معلش بقى، كنت مستعجل يا استاذ معلي، بس انا عايزه طلب صغير والنبي. والله ممكن حضرتك بعد بسم الله ما شاء الله وبالهنا والشفاء يعني تخلص طبق المحشي، ممكن ترجع لي اخر صينيه في جهازي؟ فنم، ايه معنى كلامك ده؟ مش فاهم. انا ايه خدته منك وما رجعتوش قبل كده؟ لا ما يعني حضرتك، انا جهازي كله عندك في المطبخ. عندي في المطبخ ايه يا ماما؟ انت تعرفي جهاز ايه؟ اتفضلي يا ماما، اتفضلي روحي دوري في المطبخ اللي عندك ولا في البوفيه اللي هنا. حاضر حاضر يا استاذ، ما تتعصبش كده. طب
عشان ما دقتش الباذنجان ده، بحبه قوي. ما دقتيش ايه؟ انت جايبه لي ولا ليكي؟ حسبي الله ونعم الوكيل. الله، وانا بقول ايه الريحه الحلوه دي اللي طالعه من شقه انجي. طبعا يا جوجو، في بقى حد غيري انا وانتي هنا في العماره؟ منال خلاص سافرت وما بقاش فيه غير هبه ومرات مغاوري، ودول اكيد مش هيعملوا تشيز كيك. انا اللي عملت التشيز كيك دي يا طنط. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر يا حبيبتي، كبرتي وبقيتي عروسه وبتساعدي مامي في المطبخ، وبتساعد مامي كمان في عمايل الكيك والبان كيك كمان. وانت يا استاذ سولي بقى بتساعد مامي في ايه؟ انا باكل الكيك بسرعه رهيبه. طبعا سولي متخصص مسح صواني. امال؟ طبعا اي خدمه، لو عندك اي كيكه قوليلي بس وخلاص. مامي ممكن اطلع ادي لبابي حته؟ يا سلام، وانتي من امتى بقيتي حنينه قوي كده؟ معلش يا انجي خليها تطلع، يمكن يعني عايزه تدوق ابوها الكيكه اللي هي عاملاها بايديها. يا سلام، ابوها يا حبيبتي ولا على باله، بياكل احسن اكله في احسن مطاعم ولا بيفكر في عياله اصلا. لا مامي، على فكره بابي فوق في البيت. وانت عرفت منين؟ شفته وهو طالع. ايه ده؟ طب مامي عشان خاطري مامي هطلع اديله حته. وانا كمان يا مامي عايزه اروح عشان عايزه العب مع بابي قوي، وحشني. بقول لكم انتوا الاثنين، احنا جايين نقعد مع طنط رجاء 10 دقايق وهنروح ننام عشان عندنا مدارس الصبح. بليز يا مامي بقى عشان خاطري. معلش يا انجي عشان خاطري يعني، خليهم يطلعوا له شويه. اتنيلوا اطلعوا، بس سيبي دي ما تاخديش منها، خدي من اللي عملتيها جوه واتحرقت من قعرها، بس اديله حته صغيره صغيره قوي. هم 10 دقايق بس. حاضر. وترجعوا علشان عندنا مدرسه الصبح. اوكي حاضر. في ايه يا جوجو؟ ليه ضغطتي عليا كده قدام الولاد وخليتيني اوافق انهم يطلعوا؟ عشان عايزه اقعد معاكي ونتكلم على رواقه. على رواقه؟ ليه خير؟ انكل سمير فين؟ سمير جوه في العياده بيشرب القهوه مع شريف. انا عايزه اعرف بقى انت ناويه على ايه؟ ناويه على ايه في ايه؟ ناويه تعملي ايه مع علي؟ حبيبتي العده بتاعتك فات منها خلاص شهر. انا ولا يفرق معايا، ان شاء الله يفوت منها سنه، انا ولا اتهز. عده ايه اللي هيفوت منها سنه؟ العده كلها 3 اشهر. ايه ده بجد؟ بس انا ما يفرقش معايا على فكره، ان شاء الله كانت 3 ايام ولا يفرق معايا، برضو مش هرجع له. هو حاول يكلمك؟ هو حاول يكلمك؟ هو مين؟ علي حاول يكلمك؟ انت خاطر؟ وانت يا ام؟ استنى بقى، مش احنا اتفقنا انت هتدربني على الصحافه مش على حاجه ثانيه؟ طبعا هدربك على الصحافه واخليكي خبره كمان. انت شكلك خبره، قصدي في الصحافه. ده انا هعجبك قوي. انت مش عجبتيني، انت خطفتيني. تيجي نطفي الشمعة؟ يلا. ما هو لازم يا انجي يا حبيبتي تلاقي طريقه عشان تخرجي نفسك من حاله الاكتئاب اللي انت فيها دي. اعمل ايه بس يا جوجو؟ اعمل ايه؟ كده يا جوجو؟ اعمل ايه بس؟ انا عملت كل حاجه، مساج صيني وعملت ريجيم كرومب واتنيلت الشايب وخدته، حتى عارفه الباديكير، احدى الصايحه بتاعت الباديكير دي اللي هي السمك الصغير اللي عارفاه ده، رحت عملته، ما خليتش. اعمل ايه تاني؟ لا يا حبيبتي، السمك ده عشان الناس اللي عندها فطر بين صوابعها وريحه تقرف. لا قالوا لي ده بتاع باديكير. لا غلطوا يا حبيبتي، غلطوا. بقول لك ايه، انا شايفه انك انت مكتئبه جدا، لازم تحاولي انك انت تعملي يعني نيو لوك لشخصيتك وروحك، مش للمظهر الخارجي وبس. سلام.
اعمل ايه يعني؟ انفخ شخصيتي سيليكون؟ لا انا ما قلتش على ال... لا انا قصدي يعني شايفك انت مكتئبه وعلي كمان مكتئب يا حبيبتي. انا عايزه افهم انتوا ليه ما تحاولوش ترجعوا لبعض تاني؟ مين ده اللي مكتئب؟ علي. علي يا جوجو والله انت طيبه وقلبك ابيض. علي يا حبيبتي مقضيها شمال ويمين وهايس على الاخر. انت انت طيبه والله. انت اللي ظالمه. انت عارفه علي مكتئب جدا. اخر مره شفته كان يا حبيبي كده زي ما يكون لسه خارج من السجن. شمعته انطفت. انطفت والنبي انت غلبانه. اصحابي اصحابي يا جوجو. اصحابي يا حبيبتي. لا مش عايزه الشاي. مش عايزه الشاي احسن علشان تبقي تدافعي عن علي. انا ناقصه ما معايا سمير. هاخد كمان شاي تاني. انتوا ناقصين. بص بقى يا باسل، انا قبل ما اوافق ان انا اشتغل معاك لازم بصراحه نتفق على كل حاجه الاول، لان انا عندي التزامات في الجورنال كده. يعني انا هديك يا ستي قد ما بتاخدي من الجورنال 5 أضعاف. لا يعني بلاش تفرض عضلاتك قوي كده وتقول 5 أضعاف. انت ما تعرفش انا باخد كام. احسن تتدبس. لا لا خالص، انا ما يهمنيش الفلوس خالص، اهم حاجه عندي الناس. والاهم من كده بقى ان انا عايزك تبقي جنبي. بس لو سمحت من فضلك بلاش تسجيل، لان انا مش واخده على الحاجات دي. علي كان يعني مش خالص منيح. وبعدين لازم تراعي ان انا لسه يعني في شهور العده وكده. ليه؟ احنا اتفقنا ان انا هاجي واتقدم لك وكده. اكيد طبعا هتيجي وتقابل صالي وتطلبني من صالي؟ يعني عفوا، يعني انا مش حابب باباك يعني ويسالني انت بتشتغل ايه وبتقبض كام ومعاك في البنك كام وكده يعني. بابايا انا؟ بابا ملوش دعوه بالحاجات دي ولا تفرق معاه خالص. انا بابا يفرق معاه حاجه واحده بس. انت بتشجع انه فريق كوره؟ ده عسل. سكر. طب يعني العيال مش هيعترضوا يعني؟ بص يا باسل، انا سوري وماي اهم حاجه في حياتي، وانا حاسه ان انت تقدر تكسبهم بسهوله. لا ما تقلقيش، من ناحيه اكسبهم فانا هكسبهم جدا، يعني هدايا بقى والعاب وسفريات، وحتى هم لو حبوا يبقى مصروفهم بالدولار فانا جاهز يعني. بالدولار مره واحده؟ يعني الدولار وصل عدى ال 10 جنيه، يعني انت كده بتدبس نفسك. لا دبس نفسي ايه، ما تقلقيش، انا عندي هنا في مصر بس 3 مليون دولار ونص مليون يورو. هنا في مصر بس؟ لا يعني بسم الله ما شاء الله الله اكبر، يعني اللي هم لا حسد يعني. امال اللي بره مصر كام؟ بصي يعني انا عندي هنا مصاريف كتير قوي، انا بيتي بس بيصرف في الشهر 200,000 دولار بس. لا لعلمك انا بيتي بيصرف يعني اكتر من كده، حاجه بسيطه يعني. بس معلش ما تاخذنيش بس السؤال كده غلس شويه. انت بتقبض كام في الشهر؟ لا بص انا عيني بارده. حقيقي يعني. لا واضح جدا. واضح جدا حبيبتي. احنا ماشيين كده صح؟ لا لا احنا ماشيين صح الصح. مش احسن من كده الحقيقه. بس انت قمر بجد قمر. يا باسل قلت لك بلاش تسبل، لان انا بص لا انا هلبس النضاره عشان مش هستحمل. ليه يا انجي انت بقيت بتكسفي قوي؟ لا انا طول عمري خجوله كده. تدريب ايه يا استاذ علي؟ الجورنال مليان صحفيين، 3/3 ما بيشتغلوش، وبفكر اسرحهم، تقول لي تدريب؟ بس البت اللي بقولك عليها دي شاطره قوي يا جميل. حلوه؟ بقولك شاطره، ايه علاقه الحلاوه بالصحافه؟ لا يا حبيبي، لازم الصحفيه تبقى حلوه علشان تعرف تزغلل العينين اللي بتعمل معاهم احاديث وتاخد منهم الكلام اللي هي عايزاه. يا سلام. طب على كده بقى شغلت انجي وكاميليا ليه؟ دول ايه علاقتهم بالحلاوه؟ لا 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 يا علي، كاميليا كانت حلوه قبل ما تتجوز، انجي بقى احلوت بعد ما اتطلقت. انت عايز تحرق دم يا جميل؟ يا اخي انا بضرب لك مثل. يعني انت موافق ان انا ادرب سما؟ تدرب مين؟
تكونش فاكر نفسك منو الجوزين؟ انا اللي ضربها. ليه؟ انت فاكر نفسك حسن شحاتة؟ انا اللي جايبها يبقى انا اللي ضربها. الصحفيين اللي تحت تمرين دول مسؤولية رئيس التحرير، هو اللي يدربهم، انت مجرد صحفي. يا سلام، انت عايزني اجيبها لغاية هنا وانت اللي تدربها؟ انت فاكرني ايه؟ يا سلام، امال ايه، انت جايبها تدربها على الصحافة ولا تدربها على حاجة تانية؟ احنا اقسمنا على ميثاق شرف الصحافة وانت كده بتخالف القسم. يا سلام، وهو انا لازم اوافق انك تدرب المزز بتوعك في الجرنان بتاعي وانا اللي بقى ملتزم بميثاق الشرف الصحفي؟ خلاص يا جميل، انا هخليها تتدرب في اكبر جريدة قومية في البلد بعلاقاتي ولا الحوجة لحضرتك. على ايه حضرتك بقى؟ انت خليت فيها حضرتك وبعلاقاتي وتنفعت نفسك اخويا. طبعا النهاردة احنا لازم نرحب بالاعضاء الجدد في حزبنا، وعلى رأسهم الأستاذة الكبيرة والصحفية العظيمة الأستاذة إنجي أحمد اللي هتساهم بعقلها وبكتاباتها في رفع اسم حزبنا لأعلى مناصب وأعلى أسماء الأحزاب في البلد. في الحقيقة أنا بشكرك جداً يا دكتور باسل، وأنا سعيدة جداً أن أنا بنضم لحزبكم الموقر، وأتمنى أكون دايماً عند حسن ظنك. طبعاً إحنا حزبنا بيهتم بكل قضايا المجتمع، وأهم حاجة قضايا الحريات، منها يعني حرية الصحافة، حرية المرأة كده يعني. بما إن الحزب اسمه حزب الأمانة، فإحنا هدفنا من هنا ورايح هي قضايا التربح وإهدار المال العام. إحنا هنلاحق المسؤولين المتربحين من مناصبهم، مش بس كده، كمان رجال الأعمال المتهربين من الضرائب، دي أموال الشعب. بالعكس، أنا عاجبني حماسك جدا، وياريت يعني كده تدعمينا بشغلك في الصحافة. طب تحرقني ولا إيه؟ هو في الحقيقة أنا ما بحبش خالص أستغل شغلي في الصحافة وأدخله يعني في أي حاجة سياسية، بس أنا مش هقدر أتأخر عليكم ولا على الحزب بتاعكم. أنا مستعدة أعمل كده، لازم البلد كلها تنضم لحزب الأمانة، أنا معاكم للآخر. متشكرين، أنت نورتينا والله. طب يا جماعة، إحنا كده خلاص المؤتمر ده خلص، ويا رب كده نبقى عند حسن ظنكم، ودلوقتي تتفضلوا على حفلة الغداء. اتفضل. اتفضل يا أستاذ. بوفيه ايه؟ قوم بسرعه بوفيه. ايه انت بتعملي ايه هنا؟ انا جايه الحق البوفيه، قصدي اغطي الحدث السياسي. ايه يا انجي؟ ايه يا انجي، انت بتضحكي عليا، انا اول مره اعرف ان انت ليكي في السياسه. بتخبي عليا يا انجي؟ انا ليا في كل حاجه واي حاجه الا موضوع السياسه ده. يا سلام، وانت ايه اللي جايبك؟ طيب شايفه المز اللي واقف ورايا ده؟ دكتور باسل شاهين اللي كان بيدي المحاضره، ده زميل الطفوله، هو اللي عزمني. يا بختك يا بنتي انجي، طول عمرك محظوظه. مش ده برضو اللي جالك الجورنال؟ ده الفندق كله بتاعه. ايوه صح، انت تعرفي عني ان انا اعرف ناس اقل من كده. بس يا بنتي ده شكله معجب بيكي. ايوه هو فعلا معجب بيا، وانا كمان مخبيش عليكي معجبه بيه، بس هو يعني عايز يتقدم لي وانا لسه ما وافقتش. ليه ما وافقتيش يا انجي؟ طب بصي، ما تضغطيش على نفسك، لو انت مش عايزاه خليه يتقدم لي انا. مش عايزاه ايه؟ في ايه؟ هو ساندوتش حواوشي؟ انت متجوزه حبيبتي، انت نسيتي ولا ايه؟ حسين هدرايف كلابوش. يا شيخ ما ادريش حسين ايه؟ ده حسين نفسه لو عرف ان باسل شاهين بنفسه عايز يتقدم لي هيطلقني ويديني الفرصه دي. ده مليونير، مليونير يا انجي، ده بيعمل بوفيه كل يوم. يا سلام، والمليونير اللي بيعمل بوفيه كل يوم هيبص لك انت ليه بقى يا اختي؟ ليه بقى؟ ليه الحقد الانثوي اللي فيكي ده يا انجي؟ ايه الحقد اللي جواكي ده؟ ليه وحشه انا بقى ولا وحشه ولا يعني وحشه؟ والله يا قمر، والله يا قمر يا كوكي، بس يا حبيبتي انت عندك عيلين وعندك حسين. حسين ظابط. حسين؟ اه. اقص عليكي يا انجي، انا اتاخرت على البوفيه وانا ما طبختش النهارده، كنت عايزه الحق اجيب حتتين من البوفيه لحسين. لخبطتيني يا انجي، الحق البوفيه بقى. يا معفنه، هتجيبي لجوزك من البوفيه؟ يا ريتني كنت قلتها تجيب حاجه للعيال معاها.
انجي مش هتغدى ولا ايه؟ اه طبعا. اتفضل. سما ايه؟ مش هينفع تتدربي هنا. ليه؟ هينفع تتدربي هناك. اصل بصراحة رئيس التحرير عينه منك وعايز قلة أدب. طب ممكن تخليني أقابله؟ بقولك عايز قلة أدب، تقولي لي عايز أقابله؟ آه يا سفلة. يا روحي أنا هقابله علشان أقنعه. لا ما هو لو شافك مش محتاج يقتنع. بس أنا خايف عليكي منه، أصله راجل عينه زايغة. ما تخافش عليا، لو عينه زاغت هضربه كف أعدلها له. لا وعلى إيه ده كله؟ أنا بعلاقاتي في النقابة أشغلك في أكبر جورنال في البلد. وعلاقاتك دي ما شغلتكش أنت ليه في أكبر جورنال في البلد؟ لا أصل أنا ما بحبش الجرايد الكبيرة. أنا راجل معارض، أموت في المعارضة، أعز المعارضة. وهو الجورنال ده معارض؟ ده أنتوا بتعارضوا المعارضة يا روحي. لا يعني مش النظرية. سما بقولك إيه؟ كده مش هتعرفي تاكلي عيش معايا. مش انا قلت لك ان انا محتاجه؟ محتاجه ايه؟ محتاجه الضرب. وانا كمان. خلاص يبقى تعالي لي بالليل وانا هوريكي التدريب على اصوله. ماشي. ماي سوني مايويا يا سول سول. الله ولاد دول راحوا فين؟ يا ماي معقولة يا باسل؟ معقولة لحقت وحشك؟ ما انت لسه موصلني. ألو. أيوة يا باسل وصلت بالسلامة. اه وحشتك. ايه يا بكاش؟ أنا اه لوحدي. لا لسه ما قلعتش الجزمة، تحرجنيش بقى. انت بتهزر. حاجتك ايه؟ انا لسه سايباك حالا. ايوه طبعا انبسطت. اصلي اول مره انضم لحزب سياسي. ايه؟ طبعا بتعجبني. هو اي نعم يعني شكلك بقى احلى دلوقتي، زمان كنت مسلوع كده ووشك كله كان مناخير، بس الحقيقه دلوقتي بقيت زي القمر. طيب يا باسل ما تضغطش عليا والنبي، اصل مش عارفه افاتح صالي ازاي. اكيد اكيد هخليك تقابله وتتقدم لي، بس اديني فرصه شويه. لا 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 فلوس ايه يا باسل؟ فلوس ما بتفرقش معايا خالص على فكره. انا اخر حاجه تفرق معايا الفلوس. حقيقه علي كان مغرقني فلوس وذهب، وبعد الجواز كمان كان مغرقني. الحقيقة كان مغرقني شربات، شربات معفنة. يلا الله يكحمه بقى. أوكي إن شاء الله نتقابل بكرة. باي باي. باي باي. هادي الرجالة الحلوة. نهار السواح نسيت أعدي على الـ ATM ماشين. طب أنا هجيب فلوس منين دلوقتي لمصاريف العيال؟ ماشي يا علي ماشي، انا هعرف اخليك تصرف على عيالي ازاي. استنى عليا. اه اه وديني اوام وصلني، وصلني اوام وصلني، ده حبيب القلب مستني. اهلا اهلا اهلا. هيا لولو، شفته ما اتاخرش ازاي جيت على طول. اموت في مواعيدك المحترمه. يا سلام، هو ده أول درس كنت أعلمهولك في الصحافة، احترام المواعيد. لا إذا كان كده قولي على طول وأنا هاجي بسرعة. يا سلام، ومش جاية بإيدك فاضية كمان، جاية لي معاكي زيارة. أنا جاية أخد معاها الدرس، ممكن يا بيبي؟ ممكن يا بيبي، هو أنا هديكي درس واحد؟ ده أنا هديكي دروس. طب يلا بينا. يا بيبي. الله الله الله،
انت ايه اللي جابك هنا؟ انت تايه ولا ايه؟ يعني انا تايه والجوز دول جايين قصد؟ دي عماره محترمه. بس يلا هما ايه؟ ما شافوهمش وهما بيسرقوا؟ ايوه شافوهم وهما بيتقسموا. انا واحده وانت واحده. لا دي مش قسمة عدل. انا الاثنين وانت تقعد تخدم علينا. ماشي 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 عشان ما تفضحش غور. يلا بابي على طول عنده ضيوف ومشغول، وانتي على طول يا اما بره البيت يا اما بتتكلمي في الموبايل. اعمل ايه بس يا ولاد؟ ما انتوا عارفين اني عندي شغل طول اليوم. طب ما انتي طول عمرك عندك شغل طول اليوم وعمرك ما بعدتي عننا قوي كده. انا اسفه يا ولاد، حقك علي. يا ماما احنا بقالنا اسبوعين مش عارفين نعمل هوم ورك. نعم يا اختي، انتوا كبرتوا خلاص، مفروض تعملوا هوم ورك لوحدكم. حتى نسيت يا ماما تديني فلوس الدروس، انا كده ممكن اسقط واخرج من المدرسه واشتغل بليا. انت بتتلكك تشتغل بليا؟ وانا كده يا مامي هبقى ببيع مناديل في الاشارات. يا سلام، ايه الافلام الهندي اللي انتم عايشيني فيها دي؟ بصوا بقى يا اولاد، انا في موضوع مهم عايزه اخد رايكم فيه. مادام انت عايزه رايي اتفضلي. قولي قولي يا مامي، انا هفيدك بخبراتي. خبراتك؟ يا مصبر الوحش على الجحش. شوفوا بقى يا ولاد، اي راجل وست بيتطلقوا في نوع من الامهات بيعيشوا عشان ولادهم، بيكرسوا حياتهم عشان ولادهم. الستات دول عاده بياخدوا الام المثاليه وهم عندهم 60 70 سنه. انا بقى مش من الامهات دي خالص. في نوع تاني من الأمهات بعد ما بيتطلقوا بيتجوزوا كتير قوي قوي، يعني راجل ولد تاني، تتجوز ده وتسيبه تتجوز ده وتسيبه. لا ما تبرقوليش، أنا برضو مش من النوع ده. يا نهار اسود، أمال انتي من أنهي نوع؟ من نوع تالت بقى. النوع التالت ده بقى غير الأولاني والتاني. النوع ده بيتجوز بس مرة واحدة كمان، ويا صابت يا خابت، أنا من النوع ده. أفهم من كده إن في عريس؟ ها؟ ردي على سؤال الراجل المسؤول عنك. إيه جو رايا وسكينة دول؟ قولي قولي ما تخافيش. هو بصراحة بصراحة يا أبي سولي، أيوة في عريس وعايز يتقدم. يتقدم؟ يتقدم لمين؟ لأمك. أمنا؟ الكلام واضح يا سولي. بقول لكم ايه بقى، انا مش فاضي للعب الامهات ده. معلش يا ابي سولي، يعني اديله فرصه، يمكن لما يقابلك يعرف يرشيك، قصدي يعرف يقنعك يعني. وانت عرفتي ازاي وامتى وليه والساعه كام وفين؟ ايه ده يا سولي على البنت، وترتها. بصراحه انتوا شفتوه قبل كده وقابلتوه، بس كانت في ظروف تانية قبل ما يحبني. هو كمان حبك؟ هو الجواز لحد دلوقتي لسه فيه حب؟ ايوه ايوه لسه فيه جواز بالحب، زي الشوكولاته بالبندق كده. يعني افهم انك انت موافقه على الراجل ده؟ السكوت علامه الرضا يا سولي. اه يا جمال امي. انا ولعبت يا زهر واتبدلت الاحوال وركبت اولا الزهر لعب يا علولي. قولي لي بقى، ايه هو انت عايزه تبقي صحفيه؟ الحلم من احلامي. وانا هحقق لك احلامك، بس خلي بالك انا باخد عدد ساعات طويله قوي في التدريب. ودي محتاجه تدريب، دي خبره. ومين قال لك انها خبره؟ يا علولي لو مش دي اللي خبره، مين اللي هتبقى خبرة؟ دي قالولي. ايوه انت متجوز؟ لا ليه السيرة الزبالة دي؟ كنت متجوز بس خلاص بقيت انسان. قولي لي انت بقى، ايه انت متجوزة؟ طب وليه السؤال؟ عايز اعرف يعني متجوزة ولا مقضيها سفالة؟ طب اللي قولي يعني، هو انت هتعيني بسرعة ولا بتتأخر؟ لا بتأخر. وانا بقى يا بيبي هتعيني امتى؟ لا انت هعينك في وزارة الثقافة. خلوا بالكم ده الأستاذ
بس لازم تسخنوه شوية. اه سخنوه شوية. اه عشان انا عايز اسخن. يلا يا بيبي. يلا بينا. انا ولعبت يا ايوه واتبدلت الاحوال. يلا. وركبت اول موجة. ايوه في سكة الاموال. اروح لاول واحد. ايوه احتجت له في سؤال. كسرت ششتي ساعتها. دواني جيت الحال. يا ولية يا أستاذة يا مدام يا حاجة بس عشان أنت عارف المواعيد مظبوطة ولازم أمشي بسرعة ها بسرعة طب أنا علي بتاع جورنال أنا علي بتاع علولي الصاحب ليه عند صاحبه ثلاث حاجات دي مش من ضمنهم خد دي هتفيدك طب دي طب أعمل بيها طب خد طب أحطها فين دي ولا أعمل أنت يا حاجة الله يخرب بيتك إيه رأيك يا بيبي عجبتني عجبتني في ايه الله يخرب بيتك يا بيبي ده انا عملتها على روحي يا بنت الكلب يلعن ابوك يلا يا بنت الكلب ده ايه الكوميا دي بص بقى انا عايزك تطوق لي الفطيره بالجمبري كاليماري حط كاليماري على قد ما تقدر حط لي 2 كيلو كاليماري في الفطيره جبنه لا 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 بلاش جبنه الجبنه ما بتسدش ركز على السي فود لك فطيره معايا مش جعان ورب المعبود انت راجل عايش لوحدك وتستحق الاحسان والشفقه والجود ليه يا عم الحاج وانا من مصابين الحرب بص يا اسامه الفطيره دي مش عاديه دي فطيره لمصر يلا سلام مطلوب لك معايا حاجه انت عايش لوحدك وعازب من غير ست عين طز في الجواز طزين في الجواز بس مش طزين في اكل الجواز طب ما تروح البيت وتلاقي المدام حطلك طاجن العكاوي على السفره شويه جوز الطيب كده من فوقيهم طاجن عمال يبقلل كده يا نهار اسود دي حاجه تتعوض يا راجل ما انا بطلب دليفري زيك كده بالظبط لا لا حبيبي لا ما تقارنش نفسك بيا انا عمود الاكل بيجي لي كل يوم من البيت طازه انا طالب فاست فود بس النهارده عشان مطبق ورديه طب سيبك من موضوع الاكل دلوقتي وقولي عملت ايه في اللي طلبته منك؟ الراجل بتاعك ده لسه بعمل عنه تحريات كل ده بتعمل تحريات يا حسين ايه علي؟ ده راجل تقيل رئيس حزب معارضة كبير عنده فنادق وعقارات واراضي مش بيستاهل كده طب ما سألتوش من اين لك هذا؟ واسأله انا السؤال ده ليه؟ ده مش اختصاصي انما انا اجيبه من قفاه لو لقيته بيعمل حاجة مخالفة للقانون انت لو شفت العربية اللي راكبها هتتأكد انه مخالف للقانون وفاسد كمان بص يا علم لو كل واحد راكب عربية اخر موديل وفخمة وقلنا عليه فاسد ومخالف للقانون البلد كلها تبقى محبوسة لا يا شيخ والموضحة تيجي نطلب بسبوسة حاضر يا عم انا تحت امرك هجيب لي ماما احسن شقة وهجيب لها احلى شبكة وادفع لها اغلى مهر بص احنا ولا يهمنا ولا الشبكه ولا المهر احنا بنشتري راجل ربنا يخليك يا حبيبي بس اوعى تفتكر انك انت بتشتري ماما ها سوري في ايه لم نفسك حبيبي الراجل يعني عايز يشتري محبتكم والله يا طنط يا ايه يا طنط طنط ده ايه يا حبيبي طنط ده ايه اتجننت ولا ايه قصدي حماتي يعني حمات مين الله ايه المصيبه دي لا احب اعرفك برجاء جارتي وصاحبتي يا باسل هو ما حدش قالك ان مامتها ماتت لا والله يا طنط انا اسف يعني الفاتحه بقى فتحت ايه بقول لك ماتت من زمان بص كلمنا راجل لراجل اتفضل يا اخوي انت ولا هتكون اول خطيب ولا اخر خطيب ازاي يا بص قصدي العرسان كتيرة جدا زي كتب المدرسة كده وكلهم بيدفعوا أكتر من التاني وأنا مضطر أعمل مزاد ولد إيه سولي حبيبي معقول عايز تبيع مامي في مزاد؟ لأ طالما هو شريكي يبقى لازم يفهم الوضع كويس وأنا عايز أعلى سعر كده أنا فهمت كده أنا فهمت أنا مستعد أشتري وبأغلى سعر
وبالدولار كمان. لا لا، دولار ايه بقى؟ معلش يورو بقى عشان اعلى في السوق. دولار ايه ويورو ايه؟ باسل بتعوم على عومه، انتوا بتبيعوا تشتروا فيا. بص يا ابني، انا مامي عامله زي الذهب، بتعمل فول ميك اب لنفسها في ربع ساعه. انا مستعده اجيب لها طقم ماكيرات مخصوص ما يهمش الشكل، وهي احسن واحده تطبخ في العالم. هجيب لها طقم طباخين تحفه ومخصوص ليها بس، وما يهمنيش الاكل. وتقريبا كده تقريبا يعني ما عرفتش اي راجل في حياتها غير بابي. ايه تقريبا دي؟ ايه تقريبا دي يا سولي؟ ولسه بتحبه؟ ما حصلش. بص يا ابني، انا على طول مامي بتحب كل الرجاله تجري وراها علشان بابي يغير عليها، واي حد يجي جنبها يديله بالجزمه. بالجزمه؟ يا ابني انا فعلا بجري وراها دلوقتي، بس باباك مش جوزها عشان دلوقتي يغير عليها او يعترض او كده يعني. فاكر بقى يا سولي زميل مامي في الشغل لما كان بيعاكسها وبابي جاب له عهمه؟ بابي جاب له عهمه مستديمه. ايوه، وفاكره الولد اللي كان بيمثل وخلاه يبطل يمثل؟ يبطل يمثل؟ ايوه، علشان غير له ملامح وشه. ولا بقى يا سولي جارنا المحامي لما دخل في غيبوبه، يا عيني لما قال لمامي صباح الخير، صباح الخير يا انور. ده غير الناس اللي موتهم كتير. ايه ده؟ الكلام ده كله كذب على فكره. هو انا كنت متجوزه علي الطيب ولا علي الزيبه؟ ايه رجاء ما تقولي حاجه مش صح. لا طبعا طبعا صح، امال ايه؟ وإلا بقى كان علي زمانه دلوقتي يعني متشعلق في المشنقه او قاعد على الكرسي الكهربائي؟ لا، ما هو بابي بيعمل الجريمه كامله، هيقتلك وهيتويك. في ايه؟ وهيداري جثتك. في ايه؟ محدش هيعرف هي فين. قصيخ. بقول لكم ايه، انا غلطانه ان انا اعتمدت عليكم انتوا الاثنين. اتفضلوا قوموا على اوضكم. اتفضلوا. يلا. تصدق انت صعبان عليا؟ يا اخويا انا معاك. معلش بقى يا باسل، الاطفال انت عارف، بس انت تقدر يعني تطلبني من جوجو. حاضر. وانا تحت امرك، بس انا عندي اقتراح بسيط ويا ريت يعني تقبله. نخلي المهر بعد اذنك من دينار كويتي، سعره عالي قوي. حاضر. ايه موافق؟ موافق. ايه والله ما قصرت. لا يا حبيبتي مش قادرة، مش قادرة انا. خدي خدي. مش قادرة. شفتي العيال عملوا ايه في الراجل؟ شفتي؟ مت على روحي من الضحك. يا سلام، وانا كنت هموت من الكسوف. وقال انا بقول له ايه؟ لا انا ما اقدرش اعيش من غير ولادي، زمانه طفش. لا لا لا، الراجل اللي يحب بقى ما يطفش ابدا. كانوا هيفطسوه. عارفه فكروني بفيلم ايه؟ دوتوري اوسني. اوسني دوتوري. بس الحمد لله انقذناه في اخر لحظه. الحمد لله الحمد لله يا جوجو. بقول لك يا جوجو، انت طول عمرك بتحبي الاطفال وكان نفسك تتبني اطفال، طب ما تتبنيش ولادي شويه فتره بسيطه يعني مش كتير؟ انا بحب الاطفال لكن ولادك دول مش اطفال يا حبيبتي، ما يلزمونيش ابدا، اديهم لابوهم. يا حلاوه، ابوهم قلبك ابيض يا حبيبتي. ولو كان ابوهم رباهم كان رباهم واحنا مع بعض. اديكي شفتي اخر تربيته. اخر تربيته؟ ولما هو كان بيربيهم كنت انت فين حضرتك؟ مش عارفه كنت فين. ايه الاسئله المحرجه دي يا جوجو؟ ايه ده؟ هاتي هاتي البتاع ده. خد يا حبيبتي اتفضلي. ايه الحلو؟ نشوفي كده. معقوله انا والشفا راح؟ التحقيق بتاعك ده يا سي علي تبل وتشرب ميته. انا خلاص هتجوز باسل. ما تتجوزيه، ياكش حتى تشغليه سواء عندك، انا مالي. التحقيق بتاعك ده كله كذب في كذب. باسل مش حرامي. لا حرامي، واخد اراضي من الدوله وضع يد ومتهرب من الضرايب. يا سلام، وايه مصادرك بقى؟ معلش انا ما بقولش على مصادر حد. ايوه بس انا مش اي حد، احنا زملاء. معلش خصوصا كمان زمايلي المنافسين. منافسين؟ انا منافسنا يا صحفي على ما تفرج. وانا لو صحفي على ما تفرج يبقى انت علاقتك بالصحافه زي علاقتك الجبنه الرومي بالكنافه بالظبط. انا مش فاهمه انت حاططني انا وباسل في دماغك ليه؟ احنا ملناش اي علاقه ببعض دلوقتي، كل اللي يربطنا ببعض العيال وبس. انا بشوف شغلي. شوف شغلك يا علي، بس بعيد عني واياك تقرب مني. هو انا جيت ناحيتك
انت اللي اتهجمتي عليا في مكتبي يا مدام، حد سمح لك؟ ما تفوقي بقى. افوق؟ علي انت غيران، غيران والغيره هتاكلك كده. هغير منك ليه؟ هو انا بيني وبينك ايه؟ ياكش هما بس 10 15 سنه نكد في نكد. نكد في نكد؟ ده انت كنت مخليني شبه ام وقوق من كتر ما كنت منكد عليا. الناس كلها بتقولي بقيتي قمر يا انجي وحلويتي كده بعد ما اتطلقتي. بينافقوكي، وبعدين تتجوزي تتطلقي ده شيء ما يخصنيش. وبالنسبه لباسل بتاعك ده ان شاء الله هيخش السجن على ايدي. تسجن مين يا حبيبي فوق؟ انت اخرك تلعب في الطين. باسل بكره هو اللي هيكذبك ويسجنك بسبب التشهير بيه. يلا يا مجنونه اطلعي بره مكتبي وعلى مفخلك اركبيه. حاضر يا علي هطلع، بس عايزه افكرك ان انا برضو هتجوز باسل وهستمر في الحزب بتاعه، وهو هيبقى في حته تانيه خالص وهيقعدك في بيتكم. باي لولو. على فكره انت تخنين شويه. ولا اتجننت فعلا، هيبقى في حته تانيه خالص ان شاء الله هتشوفه في جنينه الحيوانات. ايه القرف اللي هي مجنونه. الهاتف الذي تحاول الاتصال به ربما يكون مغلقا او خارج نطاق الخدمه، من فضلك حاول الاتصال في وقت لاحق. تليفونه مقفول من الصبح وتليفون الحزب محدش بيرد عليه، يا ترى في ايه؟ صدر قرار من النائب العام بحظر النشر في اي كلام في السياسه، ممنوع. ايه ده؟ ازاي ده يا فندم؟ ده مفيش حد في البلد ما بيتكلمش في السياسه دلوقتي، ده احنا عندنا 90 مليون محلل سياسي. الحمد لله الحمد، انا الوحيده بقى اللي ما بفهمش في السياسه. بعد اذنكم بعد اذنكم معلش، ركزوا اليومين دول، اكتبوا في الفنون، اكتبوا في الكوره. بالنسبه للكوره، بطوله افريقيا هتبدا خلاص يا استاذ، يا ريت تديني تكليف اغطيها. تغطيها بايه ان شاء الله؟ اغطي ال انا اقول لحضرتك يا فندم، انا اقول لحضرتك هو هيغطيها ازاي؟ طبعا هيسافر الجابون، فول بورداتو، اوبن بوفيهاته. في ايه يا سامح؟ هو انت بتفهم في الكوره اصلا؟ يا خساره، يا ريتني كنت بفهم في الرياضه. يا سلام، امال بتفهمي في ايه؟ لا ازاي بقى يا استاذ جميل، انا بفهم في حاجات كتير قوي. سمعت اللي حصل يا استاذ جميل؟ خير؟ ايه اللي حصل يا استاذ علي؟ باسل شاهين رئيس حزب الامانه طلع حرامي. كذاب طبعا، باسل بني ادم شريف وعصامي. اهو عصامك ده سرق 5000 فدان من اراضي الدوله. عصامي؟ امال، والنيابه العامه امرت بالتحفظ على كل امواله وممتلكاته. المليون و300 الف دولار كلهم عصامي؟ جميل جميل، بص يا علي اعمل تحقيق من جديد على الموضوع ده. جميل؟ ايوه روح امري. لا مش قصدي انت جميل. ايه يا استاذ جميل؟ ده بيقول لك عصامي، دي مصيبه. مصيبه ايه بس يا انجي؟ مصيبه ايه؟ عادي يا حبيبتي ما فيهاش حاجه. انت ليه محسساني يعني ان هو من بقيه عيلتك؟ كان هيبقى من بقيه عيلتها قبل ما يهرب بره مصر. هرب عصامي؟ صدر قرار من النائب العام بمنعه من السفر، بس ابني اللئيمه خلع بدري، عرف فهم بسبب التحقيق بتاعي. قول كده بقى التحقيق بتاعك. لا يا استاذ، باسل بني ادم شريف، انما غيرتك العاميه هي اللي خلتك تشهر بيه. ايه يا استاذ انجي؟ يشهر بمين؟ بيقول لك صدر قرار من النائب العام بالتحفظ على امواله ومنعه من السفر. عصامي؟ ايوه عصامك. وحل حزب الامانه بتاعه اللي اوراقه مزوره. عصامي؟ انا بقول تستخبي بقى انجي عشان انت ملطوطه في الموضوع ورجلك ممكن تيجي، اصلك عدو عامل في الحزب، ده غير انك انت كنتي هتبقي النائبه بتاعته. رجل مين اللي تيجي في الموضوع يا استاذ؟ ما تلم نفسك. طب انا يا علي فرحان كده ليه؟ انا مش فرحان، انا شمتان. طول عمرك قلبك اسود وحقود. مين ده اللي قلبه اسود وحقود يا بتاعه حزب الامانه المنحل؟ المنحل هي حصلت؟ هي حصلت تطعن في شرفي يا ابن بديعه بقيعه الصابون؟ هي حصلت تغلطي في اسم امي؟ يعني كل اللي همك انها غلطت في اسم امك؟ ايوه، انا امي ما اسمهاش بديعه، انا امي اسمها سياده. بديعه احلى. فعلا؟ ايوه فعلا. وبعدين انت ما فكرتش لثانيه واحده هم سموا امك سياده ليه؟ لا ما فكرتش. بقول لك ايه، على راي ام كلثوم انما للصبر حدود. انا لما اتجوزتك ما عرفتش انقي، ولما طلعتك ما عرفتش اربي، بس انا دلوقتي هربيكي. ايه يا علي ده؟ هي حصلت يا علي؟ حصلت تمد ايدك عليا؟ اصحي يا علي،
ازاي تبقى تضحك على واحده ست؟ انت مالك انت؟ خليك خلاص. بس انا حلفت مش هسيبه بعد ما فضحني وضربني قدام زمايلنا، ورئيس التحرير خصم لنا 3 ايام. اول مره اعرف ان جد علي بيضربك. هو بيضربك ليه؟ هو فاكرنا سوسن؟ شاطر يا دودو، طالع لخالك. بس هو مش ضرب قوي يعني، هو كان بيضربني بورقة جورنان زي ما انتوا شايفين في الصورة. وعملتي ايه انا بعد كده؟ كنت متغاظة منه قوي يا دودو، وكنت عايزة اعمل له محضر تعدي. بس بصراحة لما قعدت كده وفكرت بيني وبين نفسي، قلت ان هو برضو انقذني من مصيبة كبيرة كنت هقع فيها. مصيبة ايه؟ كنت هتجوز واحد نصاب، بس غيرته عليا انقذتني. وتأكدت كمان ان هو لسه بيحبني. يفرق ايه لو انتوا سبتوا بعض؟ يفرق ان الست بتحب الناس يبقوا معجبين بيها، وخصوصا لو الحد اللي معجب بيها ده هي كمان بتحبه. كنت لسه بتحبيها انا بعد كل ده؟ انا عمر حبي لجدكو علي ما قل ابدا، حتى بعد كل اللي عمله معايا. طالما انتوا بتحبوا بعض كده، ليه ما رجعتوش لبعض؟ جدكو كان بيلف حوالين نفسه كده زي النحلة، بيفكر ازاي يرجع لي. وانتي كنتي بتفكري في ايه؟ كنت بفكر ازاي اعمل له مصيبه.